بعد القضاة والأطباء والممرضين تطرق الهجرة أبواب دكاترة الجامعات وأساتذة المدارس الذين يعدون العدة للتوجه إلى بلدان الاغتراب. دفعهم اليأس والمماطلة إلى تجرع الكأس المر، وباتت فئة كبيرة منهم مقتنعة أن مستقبلها الأكاديمي لم يعد في لبنان، ففضلت مغادرته إلى وطن يقدر دور العلم وأهله. الوضع الاقتصادي الخانق اللي صار هلأ، وما بس هيك، حالة اليأس العام اللي موجود بالبلد، هذا عم يدفع الأساتذة ليهجروا، خصوصا الأساتذة اللي بالساعة اللي منهم مربوطين بالجامعة كتير، وحتى الأساتذة المتفرغين في منهم عم يقدموا استدعاء ويفلوا. يعني حالة بتخوف فعليا، حالة جدية وبتخوف جدا، وفي خطر كتير كبير على الجامعة اللبنانية بالمراحل القادمة. سبوتشوت تحدث أيضا مع رئيس الجامعة اللبنانية البروفيسور فؤاد أيوب حول هذه المشكلة، الذي أشار إلى أنه حتى اللحظة أعداد دكاترة الجامعة اللبنانية الذين هاجروا قليلة نسبيا، لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه قد تتفاقم المشكلة وتزيد هذه الأعداد أكثر، خصوصا أن هنالك رغبة عالية في عدة بلدان لاستقطاب هؤلاء الأساتذة. مصادر سبوتشوت تؤكد أن أعداد الأساتذة الذين غادروا لبنان لا يستهان بها أبداً، ولا يمكن حسمها أو تحديدها قبل العودة إلى التعليم الحضوري، فبعضهم قد غادر لبنان ويعلم عن بعد من خارجه. هذا التخبط بدأت تتلمسه بعض الجامعات والمدارس الخاصة أيضاً، التي خسرت ولا تزال عدداً كبيراً من أساتذتها، خصوصاً الأجانب منهم. يأس قاتل بدأ يتمكن من أساتذة لبنان الذين لطالما شرحوا لطلابهم عن مساوئ البطالة الظرفية وحذروهم من مخاطر هجرة الأدمغة الشابة وتصدير العقول والكفاءة، حتى باتوا هم أنفسهم مضطرين لأن يحزموا أمتعتهم ويهربوا مع شباب لبنان إلى الخارج. فقد بات لبنان اليوم أرضا محروقة بالنسبة لأبنائه يستميتون لمغادرته.